اذكر طريقة تتعامل بها مع شخص يضايقك في مواقع التواصل. شنو هاي؟ يعني بعدني طاير بالهواء وكبست بلوك. يلا محمد بلوك. انطي بلوك. تنطي بلوك؟ نعم. يعني انت حضره؟ نعم حضر. يعني تمنع بعد من التواصل؟ نعم. بلوك 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 صح. بلوك الحضر الغي. وهو ثاني احتمال إذا عرفت الأول تقررين. بس السؤال مرة ثانية. السؤال اذكر طريقة تتعاملين بها مع شخص يضايقك في مواقع التواصل. تجاهل المنشور أو الإبلاغ عن المنشور. لا تحكي لأنه تبطي الغش وتبطي. تجاهل. أتجاهل. تجاهل بس. تجاهل. حلو. عدم المبالاة لكن من حقك أنت أن تقرر. تبطيهم إياه للسؤال هدية. ناخذ السؤال. تاخذه. نعم. ليش تزيت بيها؟ يلا دكتور محمد الله يسلمك. تفضلي اخت مريم واهلا وسهلا بيك. ونروح على الدكتوره ميس. شو تقولين؟ اذكري لي طريقه تتعاملين بها مع شخص يضايقك في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني ممكن نعرف السبب انه ليش. نعرف السبب. يعني قول. اي يعني نعرف السبب المضايقه ليش. معرفه السبب. خطأ أول. وأخ وليد. إبلاغ. الإبلاغ. الإبلاغ. إبلاغ. نعم. الإبلاغ. نعم. وإجا التحذير. إجا بصيغة التحذير. الإبلاغ يعني حذرة أبلغة. وش تقولين أخذ فرح؟ ممكن الرد عليه. يعني أجاوب. الرد عليه. أن أرد عليه. خطأ. والخطأ الثاني من حقكم أن تشاورون. تتفقون على احتمال واحد. ودكتور محمد شو تقول؟ اذكر لي طريقة تتعامل بها مع شخص يضايقك في مواقع التواصل. أخليه رأي عام. رأي عام؟ أي أنشر المضايقة كرأي عام. نشر المنشور كرأي عام. مو نعم. رأي عام يصير أصبح رأي عام. رأي عام. خطأ. خطأ ثالث. والروح على الصالحي. والصالحي حسين رح أسألك. اذكر طريقة تتعامل بها مع شخص يضايقك في مواقع التواصل. إلغاء طلب الصداقة. ها؟ إلغاء طلب الصداقة. إلغاء طلب الصداقة. وأخ حمزة. إلغاء طلب الصداقة. إلغاء طلب الصداقة. والأخت مريم. تدخل قانوني. يعني إجراء قانوني بحق. إجراء قانوني. رفع قضية. مو نعم. إجراء قانوني رفع قضية من حقك. الآن أخ ديار أنت قرر. يا إما اللي سمعت أتفق ويا من إجراء قانوني. خلي إجراء قانوني. خلي إجراء قانوني. صحيح. أيها إجراء قانوني.